يا جماعة، أنا جبت لكم جهاز كشف الكذب. وده عبارة عن ايه يا راجل؟ ده عبارة عن جهاز اللي بيكذب بيضربه على طول وبيكشف لنا اللي هو كذاب. يا نهار ازرق. وهجربه عليك انت الاول يا حنكش. وماله يا بابا؟ تمام. طب قولي يا حنكش بقى، كنت بتعمل ايه في الأوضة بتاعتك من شوية؟ ها؟ كنت بذاكر يا بابا. عيب يا حنكش يا ابني، انا لما كنت في سنك عمري ما كذبت. ما خلاص سامحه يا راجل، ما حنكش برضه ابنك.